خلونا كمان نرجع لحديث الساعه، مباراه الاهلي والوداد. معانا طبعا الكابتن نادر المياجري حارس مرمى فريق الوداد والمنتخب المغربي السابق. برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. اهلا اخت ساره وشكرا على الاستضافه. شكرا ليك، وحابين نعرف منك في الاول كده رايك في مباراه الذهاب بين الاهلي والوداد فنيا، شايف ايه اسباب تفوق النادي الاهلي في المباراه دي؟ اسباب تفوق فريق الاهلي مقابلة الذهاب، يعني الكل يعرف ان فريق الوداد يعاني في الفتره الاخيره من كثره الاصابات وغيابات بعض اللعيبه، وفي نفس الوقت الكل شاهد على ان الوداد لعب اخر مباراه للدوري ما استطاعش باش يحقق البطوله، فكان عليهم شويه ديال الضغط النفسي، وهذه مقابله يعني مقابله الذهاب باقي الايام ان شاء الله. طيب شايف يعني مباراة الإياب هيكون يعني في تغيير في خطة الوداد، المدرب الأرجنتيني هيستعين بلعيبة تانية، ولا الموضوع ممكن يمشي إزاي؟ مباراة الإياب غتكون مباراة صعيبة، والمدرب غادي يدخل باش يفوز ويحقق نتيجة إيجابية إذا بغى يتأهل، وغادي يستعين باللعيبة اللي كانوا يعني مصابين، غادي يرجعوا يلعبوا كمدافع كومارا اللي خلف الشوط الثاني بحكم انه غاب عن الميادين مده طويله، ونتمنوا اننا نشوفوا مقابله جميله وروح رياضيه اللي تاهل قولي ونتمنوا المسيره موفقه ان شاء الله. يعني شايف برضو اكثر فنيا شكل المباراه على استاد القاهره هتكون ازاي من جانب الفريقين الاهلي والوداد؟ الاهلي غادي يدخل في يعني بدايه الشوط الاول غادي يهاجم باش يحاول يسجل فريق الوداد، وفي نفس الوقت يبغي يزكي الفوز ديالو يعني مقابلة الذهاب، وفريق الوداد ما عليه الا يدير الثقل ديالو في بداية المقابلة باش يحاول يدارك الضياع ديال مباراة الذهاب ويحقق الفوز ان شاء الله، وده علاش لا ان شاء الله. طيب شايف انه دلوقتي في قياده فنيه جديده لنادي الاهلي، واكيد انت متابع طبعا موسيماني، وقياده فنيه تعتبر جديده برضو لنادي الوداد بعد ما اخوان كارلوس جاريدو مشي، يعني لو قيمت لي المدير الفني هنا والمدير الفني في الاهلي وفي الوداد، شايف الاثنين ازاي الفتره دي والفرق تبعهم، يعني فريق الوداد تحت قياده مدرب الارجنتيني الجديد وفريق الاهلي تحت قياده موسيماني؟ فريق الوداد يعني المدرب داموندي تغير بشكل كبير ويعني حقق نتائج ايجابيه، وما استطاعش باش ياخذ البطوله، فباش يعني عاديه بالنسبه لنا احنا كجمهور الوداد 19 الالقاب، وكذلك فريق الاهلي فالكل لاحظ على انه في الاونه الاخيره يعني رجع الفريق الاهلي اللي كان يعرفوا الناس في زمان بيلعب سنة ضد أبو تريكا وعديد من الأسماء. طب شايف إيه اللي ممكن يكون بيحتاجه الوداد بالظبط علشان يقدر يلعب بخطة مغايرة أو مختلفة في مباراة الإياب؟ يعني ممكن يكون إيه تفكير المدرب دلوقتي، المدرب الأرجنتيني، إن هو أكيد عايز يحقق الفوز في مباراة الإياب، إيه ممكن يكون تفكيره؟ إيه ممكن تكون الخطة اللي هو هيلعب بيها؟ من وجهة نظرك الفنية. العامل الاول اللي غادي يلعب عليه المدرب في المقابله هو العامل النفسي، هذا يعني الواحد لازم يدخل المقابله هو ساعد ذهنيا او جسديا وما يكونش متسرع في الخيار، لان كيف شاهد الكل ففريق الاهلي في مباراه الذهاب استغل غلط المدافع باش سجل الهدف الاول والهدف الثاني ضربه جزاء، يعني ها فوات الطريقه اللي اعطت امتياز للفريق الاهلي، فالمقابله فالمدرب غادي يحاول يلعب على هذه الجزئيه وان شاء الله نشوف المقابله شديد. يعني انت شايف ان الكفتين زي بعض، يعني ممكن تقول او ده اللي انا فاهماه منك انه مباراه الذهاب كانت يعني علشان خطا من مدافع دخل الجون الاول والثانيه ضربه جزاء، ولكن الوداد كان مثلا 50 50 ممكن نقول كده الاهلي والوداد؟ لا، كنا فريق الوداد سجل هدف التعادل كما نشوف المقابله الثانيه. حكم ضياع ضربه الجزاء. قلت لك الاهداف عامه تجي من اغلاط، فالفريق الاهلي استغل الاغلاط ديال الوداد، ممكن في مقابله الاياب يكون اغلاط والفريق الوداد يسجل ونشوف المقابله جاي ان شاء الله. طيب مين بترشح للتواجد في نهائي ابطال في نهائي دوري ابطال افريقيا؟ يعني عندنا الاهلي والوداد والرجاء والزمالك. انا كودادي دائما
مرشح فريق الوداد، وعلى كل فريق الرجاء تو يتأهل ويكون ديربي مغربي. تمام، بشكرك جدا، شكرا جزيلا كابتن نادر، شكرا جدا انك كنت معانا. باذن الله ان شاء الله تكون البطوله اهلاويه، وكل التوفيق لنادي الاهلي باذن الله، وتكون التاسعه دوري ابطال افريقيا.